بداية موضوع حصوات اللوز، ما هي مسبباتها؟ والله مثل ما تفضلت في التقرير، هي حصوات اللوز شائعة، وأنا حقيقة ما تخلو أي عيادة عندي من مريض أو مريضين يشتكون من نفس هذا التشخيص، ويستغربون حقيقة لأنهم يكونون سامعين عن حصوات الكلى، حصوات المرارة، ويستغربون عن حصوات اللوز. مثل ما أنت عارفة تشوفين، إذا شفت اللوز فيها تعرجات وشقوق، هذه الشقوق أحيانا تكون تتجمع فيها إفرازات عبارة عن خلايا ميتة، عبارة عن بكتيريا، وأكرمك الله بقايا الطعام، ومع الوقت تتكلس وتكون اللي نسميها بحصوات اللوز. دكتور عصام، نعرف انه بعض الاحيان فعلا هذه يعني تكون مشكله تستدعى الشخص انه هو يعني يضطر انه هو يعني يشيل اللوز في وقت معين، وحتى لو كان على سن كبير. يعني بالنسبه لي انا كان رمضان الماضي هو موعدي مع اللوز وشلتها بالكامل، لانه جاتني توصيه من نفس الدكتور انه فعلا هذه ممكن تسبب لا سمح الله مضاعفات، ومنها توصل الى الصديد القلب. فايش نقدر نتحدث اكثر حول هذا الموضوع؟ صحيح زي ما تفضلت، هي بما انها شائعه ومثل ما تفضلت في التقرير، كثير يشتكون من اللي هو رائحه الفم الكريهه، وبعضهم ايضا يشتكون بالتهابات مزمنه في الحلق، واحساس بألم مزمن في الحلق، واحيانا هذا قد ينتقل الى الاذن بسبب ان الاعصاب المغذيه للاذن والحلق هي نفس الاعصاب، ولكن اغلب المرضى يشتكون بسبب رائحه الفم الكريهه. هي حقيقة يعني صعب أن المريض يتعايش معها. إحنا قد ننصح المرضى بعضهم أنهم مثلا يستخدموا المضمضة، يستخدموا أنهم يفرشوا اللسان نفسه، وبعضهم سبحان الله تستغرب يقدر أنه يشيل الحصوة عن طريق أعواد قطنية أو اللي هو الضاغط المائي، ولكن هذا بنسبة بسيطة فقط من المرضى، ما يقارب 10 إلى 15%. الغالبية ما يستطيعون أنهم يعملون هذا الشيء، فإحنا ننصح بالحل النهائي والأكيد اللي هو إزالة اللوز زي ما تفضلت. طيب كيف ممكن الشخص يقي نفسه من هذا النوع من الحصوات؟ طبعا الوقاية مثل ما قلت لكم، أول شيء العناية بالفم الروتينية، تفريش اللسان نفسه، تفريش الأسنان، استخدام الغرغرة، لكن حقيقة هذه ما هي بالضرورة ناجحة مع كل مريض، لأن السبب الرئيسي هو خلقة أن نفس التعرجات هذه اللي موجودة داخل اللوز اللي نسميها الشقوق أو الكريبس بالإنجليزي تكون عند بعض المرضى واسعة، فهذه تصير تعطي مجال أكثر أنه تتكون فيها هذه الحصوات، فبعضهم ما يستطيع أنه يقي نفسه منها، ويكون الحل النهائي هو